اليوم نحاور يعني شخص عنده ثقافة عالية، عنده تاريخ مميز، ودنا نعرف هذا الزخم من الأعمال الدرامية الكويتية اللي تقدم في الساحة الحالية. إيش رأيك في هذه الأعمال اللي تقدم؟ والله الأعمال الرمضانية بالذات تشبه السفرة الرمضانية، يعني وايد وتنوع، بس ما تقدر تاكل. ليش؟ ما تحب تاكل، تقوم تختار هذا خلي عقب رمضان، هذا فتختار من هالمسلسل، من هالمسلسل حلقة، من هالمسلسل حلقتين. ما تقدر تشوف يمكن 27 عمل. نعم. وأعمال كلها متميزة، وأعمال ونجوم، حياة الفهد هني، سعد عبد الله هني، سعد الفري هني، هودة حسين هني، يعني تنويع مبهر لكن مقلق. وهذا شيء حلو انه تختار ايش تبي، تقول والله هذا انا اتيت عليه حق بعد رمضان. أي. هذا فتشوفين الاشياء اللي يعني بيبي وايد اعمال. مع هذا الزخم ابو محمد اكيد انت نقيت لك كذي طبق من هالسفره وقاعد تتابع الحين. قاعد انقي لكن تظل النقوة. مثلا اكو طبق ثاني تحبه وهذا تحبه تدوده. ما تابعت شيء عدل الحين؟ لا يعني متابعة كاملة ما كاملة. لكن تابع حلقة من هني، حلقة من هناك، حلقة من هالمسلسل، حلقة من الجريش، حلقة من الهرم، حلقة من شو اللي شدك من الأعمال اللي تابعتها؟ والله شوف كفكرة، كإخراج، كشيء جديد يقدم، شو اللي شدك بالدراما الكويتية؟ اللي شدني فيها تماما ان كل المسلسلات ما فيها بطولة فردية، ما فيها بطولة فردية. كلها بطولات جماعية. وهذا شيء يعني شيء ممتاز، لان شنو الممثلين تطوروا. الممثلين صاروا عندهم قدرات، صار عندهم منافسة، صار عندهم يعني قدرة ان يمثل. فبالتالي المخرج يحتار، المؤلف يحتار، المنتج يحتار، هذا يكون بطل ولا هذا يكون بطل. فتوزعت البطولات على كل الأفراد اللي موجودين في المسلسلات. نعم.